رح نحكي اليوم بعدة فقرات بحلقتنا الجديدة من أسبرين، وعنوان الفقرة الأولى خلطة كردية داعشية بمباركة أمريكية، أما الثانية سوريا ليست دولة كانتونات ولا دولة كيانات، أما الثالثة سياسة تقديس الحروب. عنوان حلقتنا التقسيم المقدس بين أضلع إيرانية وأخرى روسية. فاصل ونرجع. خلطة كردية داعشية بمباركة أمريكية، ومقال الكاتب عبد الوهاب بدرخان في صحيفة الحياة اللندنية بعنوان الحرب بالوكالة في سوريا تستدرج سباقا إلى رقة. بيقول: لا يحتاج فلاديمير بوتين إلى من يقول له أن خطته في سوريا خاطئة أو وصفة كارثية أو معطلة لأي حل سياسي، كما لا يحتاج إلى من يخبره بأن الحرب التي بدأها لن تتوصل إلى القضاء على الإرهاب، بل لعلها تضاعف مخاطره، فهو يعرف كل ذلك وربما يقدر عواقب استراتيجيته على سوريا وحتى على العراق، لكنه مهتم فقط بالمقامرة التي يديرها مع الولايات المتحدة، ولديه شعور بأن ثمة ما يمكن أن يكسبه منها. وضع القيصر في حسابه أن الخصم الأمريكي الأوروبي لا يريد الانجرار إلى تصعيد عسكري في سوريا، وللتأكد من ذلك كان الاحتكاك المبكر بتركيا، فوصلت الرسالة إلى حلف الأطلسي، وجاء الجواب بأن الناتو معني بحماية تركيا، أي أنه لا يزال غير معني برعاية أو حماية من أي دور لها في سوريا، لذلك لم يبقى لرجب طيب أردوغان استبعادا للخطر سوى التفكير بأن الصداقة بين تركيا التفكير بالصداقة بين تركيا وروسيا، لكن بوتين لا يستطيع المراهنة على انعدام لا نهائي للخيارات الأمريكية والغربية. يعني بدون ما يقولوا لبوتين أو يفكروا عن بوتين شيء، الضوء الأخضر كان مضاء من دول المحفل الدولي، خاصة بعد الخطاب اللي ألقى بوتين، كان هو عبارة عن جس نبض، مع أنه ما تطرق لأي فكرة، شكله ما حدا معبي عينه. يعني كيف بدنا نقنع العالم أنه ما كان في موافقة ضمنية قبل مباشرة العدوان على سوريا، ومو بس بالسكوت أو ضمنيا أو خلف الكواليس، بل كان يعني بمساعدة استخباراتية ولوجستية ببعض الأحيان ومن أمريكا. المهم بيكمل الكاتب وبيقول: كان ذلك هو الاختبار الأول للتصعيد في سوريا، ولتمكن بوتين من أن يحصل على تحييد مؤقت وجزئي لتركيا، مؤقت لأن المواجهة لا تزال في بدايتها، وجزئي لأنه لن يمنع أنقرة من مواصلة تقديم الدعم العسكري للفصائل المقاتلة في سوريا، لكن حليفي موسكو في طهران ودمشق يعتبران أن هذا التحييد معطى مهما يمكن أن يبنيا عليه، وقد رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني مثلا أن التفجيرين الأخيرين في أنقرة جزء من الأزمة التي تعصف بالمنطقة. وإذ يرتاب الأتراك بأن أطرافا خارجية تعمل على وضع تركيا وأمنها في سياق تلك الأزمة، فأن معلوماتهم وشكوكهم أصبحت تساوي بين اتهاماتهم لتنظيم داعش وبين ضلوع حزب العمال الكردستاني في دور إيراني أسدي، واللافت أن يكون هناك تناغم بين عمليات الطرفين البيكيكي وداعش لا يمكن أن يفسر فقط باستغلالهما الظرفي للثغرات الأمنية، بل بوجود جهة تخطط وتحرك ولديها أهداف بعيدة المدى. يعني التناغم واضح بين الميليشيات الكردية وداعش والنظام كمان، بالنهاية الكل داير بده كانتون يلمه، وما بهمه مع مين بيتعاون، المهم اللي بيتعاون معه يكون عم يضمن له مصالحه بالمنطقة، وهذا شهدت عليه المعارك اللي بشمال سوريا بالرقة، لما كان أحد الميليشيات المسمى جيش الصناديد كان عم يشتغل مع النظام وهو كردي تابع لميليشيات الوحدات الكردية البيكيكي واليابيجي والبيوايدي، فباينة يعني أنه
لا وبنفس الوقت كان يعتبر حاله أنه هو ضد داعش وضد النظام، بس هو بنفس الوقت كان عم يقاتل ضد فصائل الثور. المهم بيكمل الكاتب وبيقول: في أي حال لم تعد طهران ودمشق تكتفيان بتسويق التدخل الروسي كعامل حاسم لمصلحة نظام بشار الأسد، بل راحتا تتحدثان عن تغيير وجه المنطقة وخريطتها، أي أن مخططات الملالي عادت للانتعاش بعد مرحلة رمادية امتدت لشهور، واضطرت خلالها إيران للظهور بمسلك دولة مسؤولة تستحق أن يبرم اتفاق نووي معها، ومرحلة تخللتها هزائم للنظام في سوريا ومعوقات قننت مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في الحرب على داعش في العراق، مع أسرار أمريكية على دور للعشائر في تحرير الأنبار والموصل. بل شابتها أيضا حرب في اليمن فرضت تراجعا للطموحات والنفوذ الإيراني، وعلى رغم أن طهران كانت موافقة على طلب بغداد نوري المالكي تدخلا أمريكيا لمواجهة انتشار داعش، إلا أنها لم تنجح في توجيه هذا التدخل أو تحويله فرصة لها، لذا استكانت لجعله حافزا للأمريكيين في مسار التفاوض على الملف النووي ورفع العقوبات. وفيما كان الأمريكيون والإيرانيون يكثرون من مظاهر تطبيع تلقائي يسري فيما بينهم، كانت طهران وموسكو تناقشان خطط ما بعد الاتفاق النووي، ومنها على الأخص رفع درجة التدخل الروسي وتغيير قواعد الحرب على الإرهاب في سوريا. وبعدما تأكد المرشد علي خامنئي بأن العمليات الروسية بدأت فعلا ضد المعارضة في سوريا، عاد فجدد حظر أي اتصال بالأمريكيين خارج ما يتعلق بتطبيق الاتفاق النووي. وفي حدود ما هو معروف عن العمليات الروسية حتى الآن، فأنها شديدة الارتباط برغبات نظامي الأسد وإيران، وفي الجهة المقابلة لم يسجل سوى المزيد من التحليل والتنبؤات بفشل روسي، غير أن الإفصاح عن تسليح أمريكي لمجموعات معنية من المعارضين السوريين يشير إلى نقلة نوعية في الرد على التدخل الروسي. يعني عم تتوضح المصالح الأمريكية بأنه ما بهمها مع مين عم تدعم، المهم يكون في موالي إلها وبيخدم مصالحها. يعني تذكرنا أنه كيف حزب العمال الكردستاني بيمر بمراحل تطور البوكيمون، مرة بيكون عبارة عن حزب ديمقراطي وهدفه قتال داعش، طبعا هذا بالمسميات اللي بتطلقها أمريكا، بالمرة الثانية بعد تدخل تركيا وقصفها لمواقع الحزب الكردستاني اللي كان عم يطمح لدولة كانتونات بشمالي سوريا تحول لإرهابي، وهذا كان إجى على لسان مندوب وزارة الخارجية الأمريكية بأنه نعتبر حزب العمال الكردستاني الموجود في شمال سوريا والعراق هو حزب إرهابي، صنفته تحت المنظمات الإرهابية. وهلأ لا، هلأ صار هو الجيش المختار أو الجيش الميليشيوي المختار للحرب ضد داعش، وآخر فترة زودته أمريكا بشوية أسلحة، فما بتعرف على أمريكا كيف ماشية. المهم هي مثل ما بيقولوا عنا بسوريا بتصلي على الحاضر. ما علينا، بيكمل الكاتب وبيقول: وإذا ما كانت المعارك البرية الأولى لم تسفر عن تغيير ميداني واسع وسريع، إلا أن نتائج المساندة الجوية الروسية وعدم تكافؤ السلاح لا بد أن تظهر قريبا، حتى لو لم تكن فيها ملامح حسم عسكري للصراع. وفيما يضعف هذا التوجه الجدية الروسية في محاربة داعش عسكريا ويجعلها مجرد ذريعة دعائية، إلا أنه يقوي موقف الإيرانيين ونظام الأسد الساعين أولا إلى إضعاف المعارضة. وقد بينت استهدافات الأسبوعين الماضيين اهتمامهم الرئيس بضرب بقايا الجيش السوري الحر وتزويدهم الطائرات الروسية قوائم بمواقعه، فهو عدوهم الحقيقي الذي تضافرت الفصائل جميعا لإضعافه. يعني اللعبة هي نفسها دائما، بس
يفوتوا على بلد بيزرعوا فيه تنظيمات إرهابية مثل الميليشيات الإيرانية وغيرها وغيراتها اللي هي صنيعة المخابرات طبعا، مشان يفوتوا بحجة محاربته. مهم بيكمل الكاتب بيقول: في المقابل يبدو أن الأمريكيين يريدون تسريع الحرب البرية على داعش وافتتاح حملة عليه في الرقة قبل أن يشق الأسديون والإيرانيون طريقهم إليها. وفي سياق الحديث عن تسليح المعارضين السوريين، أشير فجأة إلى ما سمي التحالف العربي السوري الذي قيل أن الأمريكيين يركزون على تسليح مقاتليه ليباشروا فورا محاربة داعش تحديدا في الرقة. وفهم من المعلومات الأولية أن الأمر يتعلق بمجموعات من الجيش الحر دربتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بشروط أقل تشددا من شروط البنتاغون، وحان وقت استخدامها لمنع الروس وحلفائهم من فرض خطتهم لمحاربة الإرهاب. لكن الجديد أن هذه المجموعات تضم مقاتلين عربا، ويعتقد أن الغارات الروسية استهدفت مواقعها. هذا تنظيم مانو اسمه القوات التحالف العربي، يعني ياما طالبت فصائل الثوار بدعمه بالسلاح لمحاربة تنظيم الدولة، وللأسف ما كان حد عم يزودها بهذا الشيء. الخطة باينة يعني. كيف السؤال الموجود انه هون، كيف موجود هذا ميليشيات جيش الصناديد وقوات عربية وثوار ومبعرف شو؟ يعني كانت دائما الفصائل الثوار اللي موجودة بشمال الرقة عم تحارب التنظيم، وبنفس الوقت عم تحارب الوحدات ميليشيا الوحدات الكردية اللي من ضمن جيش الصناديد هذا الميليشيوي اللي بيحارب مع النظام. فكيف هلا اجتمعوا الاثنين مع بعضهم؟ ومن فترة لواء ثوار الرقة أعلن إنه هو ما بينتمي لها لهذا التشكيل الجديد اللي بتدعي أمريكا أنه هو موجود لمحاربة تنظيم الدولة. فاصل ونرجع. بالفقرة الثانية من حلقة اليوم، سوريا ليست دولة كانتونات ولا دولة كيانات. ومقال للكاتبة نادية عليبوني بصحيفة الحياة بعنوان ملامح كيان علوي في طور الاكتمال، بتقول: هذا على الأقل ما تشير إليه كل الإجراءات العملية على الأرض السورية، ويأتي التدخل الروسي بهذا الحجم الواسع لتدعيم المسار الذي يتلخص بعبارة واحدة: عصفور باليد خير من 10 على الشجرة. هكذا يفكر رأس النظام لحماية وجوده واستمراره، نتيجة عجزه الظاهر عن السيطرة على الأرض وفقدانه أكثر من ثلثي مساحة سوريا وتهديد المعارضة المسلحة آخر معاقله على الساحل. وهو بات يرى نفسه مضطرا لإعادة ترتيب بيته الداخلي الذي لا يتعدى جغرافيا مدن الساحل وما حولها. ولكي يكون العصفور باليد تماما، لابد من استدعاء كل أسباب القوة وتركيزها في تلك المناطق التي تعتبر بديموغرافيتها حاضنة طائفية له، حتى لا تحلق بعيدا في الطيران. يعني حتى لو فكر النظام، بس النظام هو مو بمعزل عن بنادق الثوار، وصلوا لعقر داره. تقسيم ومحاولة تغيير ديموغرافية المنطقة راح تنعكس عليه تماما. يعني عم يقوي حاله بهالشبيحة وبيفكر انه راح يكون له ظهر، ما بيعرف انه راح يكون عبد للميليشيات اللي بحطها الميليشيات الإيرانية، ولا ليش هو عبد تماما باع سوريا من قبل، خاصة بعد الخطاب اللي طلع فيه. المهم ما علينا، بيكمل الكاتب وبيقول: لقد جاء استدعاء التدخل الروسي في لحظات مصيرية حاسمة بالنسبة إلى مستقبل النظام ككل. هذا على الأقل ما أدركه أيضا حكام الكرملين الذين جاءوا ليدافعوا عن منفذهم الوحيد على المتوسط، وذلك بعد أن فقدوا منافذهم كافة وآخرها المنفذ الليبي. الواضح أن القوات الروسية لم تأتي لتتورط عسكريا في المناطق السورية التي يحتلها تنظيم الدولة، وهي لن تتوسع في عملياتها لتشمل تلك المناطق،
ولن تتكرر التجربة الأفغانية، فهي جاءت تحديدا للدفاع عن حدود الدولة العلوية المقبلة، ليس حبا بالنظام ولا بالطائفة العلوية، بل لأن قواعدها على المتوسط تقع هناك. هذا كله يبدو جليا من خلال متابعة المواقع العسكرية التي تقصفها القوات الروسية، فهي لا تتعدى جوار اللاذقية وحماة وحمص وأدلب، تلك المدن التي تعتبر جدرانا بما يستدعي تأمينها بعد تفريغها من سكانها السنة وبالقوة. إيران التي فشلت حتى الآن في توسيع نفوذها في المنطقة، معنية أيضا بوجود دولة طائفية موالية لها لضمان نفوذها الإقليمي في المنطقة، كما لا يستبعد أبدا أن تكون إيران قد أعدت مع النظام السوري وحزب الله سيناريو يرمي إلى اقتطاع مناطق لبنانية ذات أكثرية شيعية وضمها إلى الدولة العلوية قيد التكوين. يعني عارفين أنه النظام ما ضل عنده شيء بنوب، وروسيا عنده فوبيا الطرد من المياه الدافئة وما عنده مشكلة تعمل كيان مطواع إلى وضامن لوجوده بالمنطقة، وبنفس الوقت ضامن لوجود الإيرانيين بالمنطقة، وحاليا ما في مثل العبد اللي هو رأس النظام وملته كاملة. المهم بيكمل الكاتب وبيقول: كثيرة هي المؤشرات التي تقود إلى استنتاج مفاده، تهيئة الأرض لإقامة كيان علوي في الساحل وما حوله، منها ما أعلنه الأسد شخصيا من دون لف أو دوران حين قال إن الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جواز سفره أو جنسيته، إنما لمن يدافع عنه ويحميه. لا، الوطن لإيران وميليشيات العباس والحرس الثوري، ولشو كمان؟ للأشقاء الروس تبعينك. ونحن عم نقول ليش في عيون زرق ورقبة طويلة بالساحل، تار الروس عاملين العمايل قبل ما يطلعوا، وهلأ رجعوا شكلهم حششوا. فاصلوا منرجع. بالفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، سياسة تقديس الحروب. مقال الكاتب أحمد القيثامي بصحيفة العربي الجديد بعنوان الدين وقود لصراع النفوذ، بيقول: جاء التورط الروسي المدخن بالغرور الأعمى تقوده نشوة العنجهية المزيفة في المستنقع السوري ليحتل صدارة المشهد ويشكل العنوان الرئيسي للحدث، غير أن الحالة الهزلية لما يجري حملت في بعض جوانبها ما يبعث على الغثيان ويرسخ الحالة الهزلية لما يجري، ويرسخ أيضا الاعتقاد بسوريالية ما يحدث في الأرض السورية التي جمعت القتلة والمجرمين وتجار الدين ليمارسوا بشاعتهم وحقدهم الأسود وينكلون بشعب ثار بغية الحرية والكرامة. ثمة مشهد يبدو هامشيا للوهلة الأولى، إلا أن التدقيق فيه يختزل ما يحاك ليس لسوريا فحسب بل للمنطقة بأسرها. ففي يوم الجمعة الماضي اعتلى منبر الجامعة الأموي في دمشق خطيبه مأمون رحمة وبأداء تمثيلي مبتذل ومبالغ فيه كان أقرب إلى المهرج منه إلى خطيب مسجد، فلم تكن خطبته ابتهالا لله أن يفرج الكربة ويزيل الغمة ويتوقف نزيف دم أبناء بلده وتشردهم في أصقاع الدنيا في تغريبة يرثى لها، بل أغدق في كيل المديح والثناء للمحتل الروسي. يعني أكيد حكى شكرا للإله بوتين على نعمه وطائراته وقنابله العقودية التي يغدق بها الشعب السوري. شكرا على قتلك أطفالنا، لك المديح أيها الإله. يعني بوتين هو إله المرحلة بالنسبة لخطباء النظام، كان قبله الإله خامنئي ومساعده حسن نصر الله تبع رصاصة منك ورصاصة مني ما منخلي على الأرض سني. هي طبعا ابتهالات ودعوات بيتقربوا فيها للإله خامنئي، يعني المتربي على الشيوعية والتعبد للبشر لحد التأليه
وما عنده مشكلة يتاجر بأي دين، بيخدم مصالحه وبيقدس حربه، فما عنده مشكلة. المهم بيكمل الكاتب وبيقول: الهدف الذي تسعى إليه كل الأطراف الدولية هو تقسيم المنطقة إلى دويلات ذات صبغة دينية وقومية لتتقاسم النفوذ فيما بينها، إلا أن استفزاز المشاعر الدينية قد يقود إلى انفجار أكبر يجتاح المنطقة بأكملها، ما يضعنا أمام مناخات حرب عالمية. لن يفلح الروس بحصد أي إنجاز يذكر، وكل ما سيقدمونه هو المزيد من الموت المجاني والدمار لشعب اتفق العالم على خذلانه، غير أن صمود الشعب السوري وبسالته ويقينه العميق بالله يؤكد كل يوم أن كل رهانات الآخرين خاسرة لا محالة. يعني الروس ما رح يقدروا يخوضوا حرب عالمية ولا رح يقدروا يعملوا شيء، اقتصادهم منهار عدا عن العزلة والعقوبات المفروضة عليهم. تاني شيء، المعركة بسوريا رح تكون جحيم بسبب خطوط امدادهم لطويلة، ودراية روسيا بأنه ما رح تكون بمعزل عن العمليات اللي رح تستهدفها سواء بسوريا أو سواء بعقر دار الروس من قبل الجماعات اللي إلها ثأر عند روسيا. كان عنوان حلقة اليوم التقسيم المقدس بين أضلع إيرانية وأخرى روسية، وحكينا عن عدة فقرات واللي هن خلطة كردية داعشية بمباركة أمريكية، أما الثانية سوريا ليست دولة كانتونات ولا دولة كيانات، أما الثالثة سياسة تقديس الحروب. للاستماع لحلقتنا فيكن تتابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. لسوريا ولكم السلام، شوفكم بكرة، باي باي. أسبرين. تقديم وإعداد حازم العريضي، فادي رياض. فكرة وإشراف فارس الذهبي. موسيقى وإخراج خالد قطرميز. من إنتاج راديو أورينت. أسبرين يزيل الألم، يخفف الحرارة، يعيد الشعور بالصحة. صحة.